أعلنت بريطانيا أنها ستوفر الحماية الدبلوماسية للإيرانية البريطانية نازن زجاري المحتجزة في إيران منذ عام 2016. وقالت الخارجية البريطانية في بيان إن منح الحماية الدبلوماسية لنازنين يعني أن الحكومة البريطانية تعترف رسمياً بأن المعاملة التي تتلقاها لا تتوافق مع التزامات إيران بموجب القانون الدولي، وترفع القضية إلى مستوى نزاع رسمي بين دولة وأخرى.